رسمية على فيسبوك أنه رفع رسمياً عقوبة المنع من الانتداب. نذكر أنه اتحاد تطاوين منذ أيام قليلة كان ادعى وحتى راسل الجامعة لتأجيل الجولة الأولى من البطولة ومباراته ضد الترجي بسبب الوضعية المادية الصعيبة، بسبب عدم رفع عقوبة المنع من الانتداب، عدم تأهيل ملاعبية جدد، وأيضاً بسبب الوضعية المالية الصعيبة بصفة عامة. يبدو أنه الإشكاليات هذه الكل تنفضها. باش نعرفوا الصحيح من الغلط كل التفاصيل مع نائب رئيس اتحاد تطاوين محمد بن ذو في المباشر. مرحبا سي محمد. هلا ويا عصام، مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين. يعطيك الصحة سي محمد. ندخل مباشرة في صلب الموضوع. ساعة مبروك نجم نقوله، للأسف ولينا نبارك الأندية التونسية أنه ترفع عقوبة المنع من الانتداب، لكن مبروك الرفع هذايا. كيفاش تمت الأمور؟ كانت نجم تعطينا المبلغ وكيفاش صارت العملية بالضبط؟ عيشك، مرحبا بك. هذا كل مجهودات الهيئة المديرة والأحباء نتاع الاتحاد الرياضي بتطوين، رغم الوضعية المادية مع تعرفها من كل اتحاد تطوين وقت اللي تعيننا على رأس الهيئة التسهيلية خدمنا على ملفات هذه خاصة نتاع منع الانتداب. وفقنا ربي اليوم أخيرا باش عملنا تسوية الحقيقة مع اللاعب الجزائري رايد حركاش وقمنا بخلاص اللاعب عزيز دياو اللاعب السنغالي، والحمد لله معنا وفقنا الله باش منع باش وقع منع الانتداب. نشكر وقع رفع المنع من الانتداب، وقع رفع المنع. نشكر بالخصوص الكتاب العام للجمعية، ونشكر الأخوين اللي الملف هذا، والحقيقة كانوا معنا ساعيين فيه باش وفقنا الله للرفع المنع، والأخ نبيل بكرية والأخ تفوق القاسم. والحمد لله اليوم وفقنا الله، وعدنا بعض اللاعبين اللي باش يقوموا بتأهيلا بعد رفع الانتداب. كان ذكرنا سي محمد بالمبلغ متاع الزوز اللاعبية هذوما اللي دفعتوه واللي على أثره تم رفع المنع. والله هو المبلغ كما قلت انت باش تشوف الكره التونسيه وين وصلت، معناها مبالغ بسيطه، معناها ولت الفرق ولت مشكله، معناها ولت اشكاليات. باش نقول لك في 64000 دينار 54000 دينار وصلت للفرق التونسيه في هذه تعمل معناها وصلت اشكاليات كبيره برشا. فقط سي محمد علاش احنا علاش مبلغ هذا 64000 دينار معناها صعوبة على اتحاد تطاوين؟ خاطر نتفكر ان هنا ديجا في البرنامج هذا كنا خذيناكم اكثر من مره، وكنتوا ديما تقولوا انكم ما تحصلتوش على المنحه نتاع الشركه التونسيه الانشطه البتروليه. شنو صار فيها؟ نتصور انكم لتو ما تحصلتوش ولا؟ والله نفس الحاله، معناها نفس الوضعيه اللي اتحاد تطاوين من اول مداخله معك حتى الى يوم الساعه هذه. معناها بصراحه معناها نحكي لك هذه حتى رفع المنع وكان في مجهودات خاصة من الهيئة التسييرية، معناها بصراحة معناها يعطيهم الصحة. والأخوين اللي حكيت لك عليهم معناها واخذين الملف على عاتقهم، اللي هو الأخ هو الكتاب العام سي محسن العدودي، الأخ توفيق القاسر، وسي نبيل بكرية. معناها بصراحة معناها مجهودات كبيرة حتى لين وقع منع رفع المنع، بينما في الأمور المالية والأمور الواحد والله نفس اليومية نفس التخبط ونفس معناها تتصور معناها الملاعبيه باش نعملوا غدوه بعض الانتدابات وبعض الواحد كلها مجهودات خاصه صريحه. حتى انا وصلت للمحليه مثلا السيد الوالي وفر لنا بعض المبالغ الماليه البسيطه. انا اللي تقول انت في 40 و50 و60 الف دينار ما تبقى باش نعمل انتدابات، معناها كلها مجهودات خاصه. ولا رجعنا نفس الواحد انا بتعطي سك خاص كضمان. معناها تو نفهم من كلامك انكم باش تعملوا انتدابات وتحاولوا تاهلوهم وباش يخلطوا وباش يلعبوا ضد الترجي في المباراه تاع افتتاح البطوله في ظرف 43. بحول الله عندنا اعاره وبعض اللاعبين اعاره من نادي الصقفي، اعاره من نادي الصقفي عزيز السكراتي وجاسر المعروفي. عندنا بعض الانتدابات، بعض الانتدابات حسام العربي حارس الاولمبيك الاثنين، حارس الاولمبيك الاثنين ووحيد التميمي وحسين جزمير. انا قاعدين نعمل نبذل في اقصى الجهود باش ناهلوا الملاعبيه
باش نكونوا حاضرين لماتش الترجي ان شاء الله. بالضبط، ونذكر انكم في وقت سابق كنتوا طلبتوا هكا بصفه رسميه. احنا الى حد الساعه اللي نحكي لك فيها ما زلنا ما نش حاضرين، وما زال حتى عندنا ما زال ما عندنا حتى ملاعب عنده اجازه ينزل يلعب بين الاحد نهار السبت. وواثقين من انكم باش تخلطوا قبل نهار الاحد انكم تسويوا الوضعيات هذه الكل؟ صحيح. بحول الله. ثم شوف باش نقول لك على حاجه، هي التطوين ديما برجالها وديما نسعوا باش نخدموا الجهه وباش نطوروا رغم الظروف الماليه ورغم الظروف اللي نعيشوا فيها، نسعوا ان باش نخرجوا الصوره نتاع الاتحاد الرياضي التطوين بمكانها الطبيعي. عدنا نخدموا في الليل ونخدموا في النهار ونخدموا توا احنا طول الكتاب العام كي بدات تختفي اللحظه هذه كي بدات تحضر في الاوراق ونحضروا في كذا كل شيء انه باش نكونوا الا باش نكونوا حاضرين للماتش هذا. والله شيء مؤسف سي محمد، ان شاء الله ربي يوفقكم لانه الحقيقه في بطوله محترفه اليوم في عام 2024 قبل بثلاث ايام انطلاق البطوله فريق ما لقاش باش يجيب لاعبين، وحتى كي يجيبهم شوف ياهلهم شوف لا، وحتى كان ياهلهم كيفاش لاعب يجي وبعد ثلاث ايام يعمل اول مباراه رسميه. نتمنى لك باش نقول لك على حاجه ونشكر الناس الكل ونشكر اللي واقفه معنا ومنظمنا معنا الوضعيه اللي فيها الاتحاد الرياضي التطوين. قلت لك هي صراحه هي جمعيه كبيره معناها وما هيش كان الاتحاد الرياضي التطوين، الفرقه التونسيه كلها كي تشوفها كما قلت انا وانا في مشكله ندخلوا في منع الانتداب على حكايه فارغه على 50,000 دينار و 60,000 دينار، ما نحكيش باقي على تاهيل الملاعب، احنا باقي برك ملعب تطوين الحمد لله يا ربي معناها جو مؤهل ونجموا نخوضوا فيه مباريات، ولا يكونوا ماناش معناها منع انتداب وما تنجمش تلعب ساعات حتى في الملعب نتاعك. مش مؤهل ملعب تطوين؟ لا مؤهل ملعب تطوين الحمد لله، قلت لك الحاجه اللي تفرح على الاقل انما عندنا ملعب بصراحه باهي ومؤهل ونجموا نلعبوا فيه في الماتش النادي الرياضي بنظرتي. اي مباراه ثانيه. ولكن نحكي لك انا في التاهيل، احنا في التاهيل الكاتب عام قلت لك في اللحظه هذه تو باش يبدا يخدم على الملاعبين، ما كانش يعرف روحه انه ينجم مؤهل باش رفع الانتداب مش مؤهل ينجم يصحح الملاعبين ما يصححش. الحمد لله معناها اللي وفقنا الله نجموا نكونوا حاضرين في الماتش. يعطيك الصحة. رغم الملاعبيه معناها اول حصه تدريبيه، ثم ملاعبيه معناها غدوا يكونوا اول حصه تدريبيه ثاني حصه تدريبيه مع بعض. يعطيك الصحة، والله وضعية مؤسفة، ربي يوفقكم إن شاء الله سي محمد وكل التوفيق للاتحاد التطوين، رغم أنه الحقيقة ظاهرة أنه بتكون بداية موسم صعيبة، لكن إن شاء الله ربي يوفقكم.